تطبيقا لمخططها الاتصالية العام للجيش الوطني الشعبي، تنظم قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الأيام الإعلامية لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وهذا بولاية الأغواط على مستوى دارية الثقافة، حيث كانت المناسبة فرصة إعلامية للاطلاع على التخصصات والتكوينات لقيادة قوات الدفاع الوطني عن الإقليم. التغطية للزميل هباط محمد. ويسعدني في هذا اليوم أن أرحب بالجميع في لقائنا هذا المميز والخاص بمراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الإعلام الإعلامية حول قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. اليوم نحن متواجدون بدار الثقافة التخي عبد الله بن كريو من أجل حضور الأيام الإعلامية المقامة من طرف القيادة قوات الجوية عن الإقليم لولاية الأغواط، لكي نتقرب أكثر للتعرف على المؤسسات الدولة وكيف يتم التكوين، وكيف لإعطاء صورة للمواطن أكثر من أجل التقرب لمؤسسات الدولة. وشكرا. احنا موجودين هنا في دار الثقافة في الأبواب المفتوحة حول قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. هذه الأبواب يعني زرناها ما شاء الله لشبابنا وشاباتنا باش يشوفوا قوات الدفاع عن الإقليم، يعني واش راه عندها تكوينات وشني مهامها بالنسبة للجيش الوطني الشعبي. يعني مبادرة كيما هذه الأبواب مفتوحة يعني ما شاء الله، ماذا بنا الشباب يجوا يعني يشوفوا هذه الأبواب مفتوحة باش التخصصات والتكوين وما هي مهام قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. ولفتة من الجيش الوطني الشعبي لتعريف المواطن وخاصة المواطن الأغواطي على هذا السلاح المهم اللي هو الدفاع عن الإقليم، الذي فيه شفنا فيه عدة تخصصات، واللي عجبنا أنه الشباب والجيش الجزائري متمكن في التكنولوجيا الحديثة والعصرية، وهذا يشرفنا. وراني جيت مع بعض الشباب، احنا نادي هواة اللاسلكي والإلكترونيك.